أيضا قبل النقاش خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي عبد العزيز السعيدي ثم نعود. احنا بدورنا كنساء اظن قياديين في الفطرة. قرارات متتابعة تشكلت معها رؤية تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية، نساء تمكن من إثبات جدارتهن في اعتلاء هذه المناصب. الدكتورة إمام مازي استشارية طب الأسرة تدرجت في عدد من المناصب الإدارية وصولا إلى إدارة هذا المركز الصحي العام الماضي. في الأول كنت نائب مشرف قطاع في 2011 تقريبا، فكان هذا أول منصب إداري أمسكه كإشراف إداري. بعد في 3 سنين بعد كده رجعنا عيادات مرة تانية، كنت مشرف فني على البرامج الفنية، نشوف مدى أداء البرامج، نشاطاتها، إحصائياتها وكده. بعدها جيت على مركز صحي كمدير فني، وبعدين أخذوني على إدارة، إنه أنا أمسك إدارة المركز. كان في كل مرحلة طريقة تانية في الإدارة مختلفة، أهداف مختلفة، فيعني الواحد يتعلم من كل مركز لمركز، يلاقي أشياء جديدة يتعلمها يعني. تتحدث الدكتورة إيمان عن قناعتها بقدرة المرأة السعودية على إدارة المناصب القيادية إلى جانب الرجل، وأن النساء القياديات استطعن تحقيق النجاح في مجالاتهم بسبب الاهتمام بالتفاصيل. أعتقد على مستوى كثير من المراكز أبدعوا فيها، مو بس على مركزي، أنا أعتقد أنه إن مسكوها يمكن إحنا نهتم بالتفاصيل الدقيقة بحيث أنه لا نوصل لأي معوقات أو عقبات بتخليهم يعني يستمروا. وأعتقد أنه إحنا عندنا نوع من الأسرة، يعني أحس أنه إذا هذا مركزي هذا بيتي. بخبرتي 16 عاما في المجال الصحي، ترى الدكتورة إيمان أن وجود المرأة في المناصب القيادية مهمة ليست بالسهلة، وأن العقبات التي تواجه المرأة العاملة ليست محدودة. العقبات طبعا كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن الواحد إذا حط المهمة وشاف إيش مشاكلها وإيش الأسباب، هذه الأشياء حتساعد إن الواحد ممكن يحلها ويواجه الصعوبات هذه. طبعا الصعوبات لكل مشكلة حكاية وطريقة معينة، فما هي كلها على نفس النمط، لكن تنتهي كلها بأنها بروح الفريق يعني تتحل معظمها، يعني لأنه يد واحدة ما حتصفق، ضروري يكون لازم في مجموعة يكون كاتفين يدهم مع بعض أساس أنه ينتج يعني. بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة لتمكين المرأة السعودية وإشراكها في المجتمع، والتي تسعى لها الجهات من خلال مبادراتها وبرامجها إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، تأتي قرارات تعيين الكوادر النسائية في مناصب إدارية وقيادية بمختلف مناطق المملكة. لمعالي المواطن عبد العزيز السعيدي، جدة.